من الوجوه الشابة اللي تألقت في دراما رمضان، محمد عادل اللي شفناه من خلال مسلسلي أستاذ ورئيس قسم ومسلسل طريقي، والحقيقة كان محظوظ لأن المسلسلين تم عرضهم على شاشة الشرقية. من خلال لقائنا مع محمد عادل هيكشف لنا كتير من أسرار المسلسلين. أستاذ ورئيس قسم، الحقيقة يعني قطعت قلوبنا كلنا، يعني كان مشهد مؤثر جدا، مشهد متعب. بموت فيهم، كان عندكم مسلسلين بموت هنا وبموت هنا، يعني انا بالنسبه لكم شهيد دلوقتي في القناه. استاذ رئيس قسم مع مخرج كبير زي سهير الحسين ومع نجم كبير عادل امام، مع حافظ اي القاب في الكون، اهرامات كبار، الواحد مبسوط ان هو شرف انه اشتغل معاهم، ويا رب دايما في اعمال شبه كده تبقى مفيده وحقيقيه، تبقى مفيده للفنان، مفيده للناس عموما. يعني الزعيم عادل امام، ازاي قدرت تقف قدامه وتعمل يعني دور مؤثر بالطريقه دي؟ والله كنت مبسوط جدا، ده الفضل يرجع فيه اولا لصبيح الحسين، ثم طبعا الزعيم نفسه. كنت مبسوط وان تعمل دور مهم مع عادل امام باحداث مهمه بتاثير مع الناس بشكل كبير. طبعا كانت متعه ما بعدها متعه، وفرصه مهمه لحد في سني ما بعدها فرصه، يعني نتمنى تتكرر تاني وتلت ان شاء الله. ازاي تم اختيارك بقى للمشاركه في المسلسل؟ لصبيح الحسين، هو الحمد لله كل يعني اي مسلسل انا اشتغلت فيه كان اختار المخرج استاذ رئيس قسم عن استاذ الاحسان طبعا. طيب كلمني بقى عن كواليس العمل ومشهد الوفاه، هل كان في صعوبه؟ طبعا كان في صعوبه جدا، يمكن في استاذ رئيس قسم لانه كان في شبه اكشن، كان في ربط وطير في الهواء وحاجات، الجرافيكس الوحيد اللي كان موجود ان احنا بس شلنا الواير اللي انا ببقى متعلق بيه بس، لكن غير كده هو الاكشن معمول بنفس الشكل. كان طبعا صعب جدا انت في وسط كله تحاول تدري اكشن تمثيل، كان بيبقى صعب شويه.